تظل هون؟ أنا عارف وينك تروح يا أمي؟ من ينزل يا أمي؟ أخذت حالي في المدرسة. وين تنزل؟ على الخربة، نروح بين فتح المدرسة ونروح. شو لك صوت الخربة خير؟ نروح ندخلنا إشي. ما عاد إشي يدخن يعني؟ آه ما شو ما؟ صديقي بدي إشي زلمة يفكح ويروح يتصل لأمي وبلاقيها. مين بدي يتصل لأمك أنت؟ وشتنا. والله خاي. مين فضيلك أنت؟ يلا ما حدا بيعرف. كيف ما حدا بيعرف؟ ما في حارس. مش هو بيكون فوق. شو؟ هيك قولتها؟ اه معك اشي شغال الواحد يتدخن؟ اه معي بس كده تطلع من هون مين يهزم؟ واذا كان الحارس هون مين يهزم؟ من بارش نطلع لهم ولا من فوق؟ فوق يشوفونا مش هون اذا بكون روح افحص اذا فوق بنطلع من تحت ليه؟ نروح استعجل شو صديقي؟ قلت لك تكون معك مرتب؟ شو عرفت لك؟ اخوة زيت بس انت معك مرتب بدك تطلع المدرسة على الفاضي لا لا ما بس هاي مشهور بشهور لا يلا وانش انت امشي مش حدا امشي امشي run لا لا هي يجيك مره بايت مره في الشغل ستوف لايف خذ ولا سبونج تولي لك فيش حاجة تصج يعني ها بتولي بتدخن ايوه زلط شو حاسيس اكتم كان هو الحارة اليوم هو الحارة حسن مدير يكون يدور علينا مدير يدور خبناش انت خبناش شو خايا شايف لهم يعني وعلى وضل يعني في المدرسة يا زلمة لا مش الضغط يا ويلكم من الله انتو شو عم بتسوي هون جايبين هولا لولو انتو هون شكلتو الو هاي ما لا وسيم بعد مروح يعني طيب وين حتطيها هي شوي بروح اجيب من هون ليك حالتك هات عم بقول لك شو بتشتري بيرة تتحشى شت لهون عم بقول لك هات عم تيجي وصيم ايه
هيا مايا قومي مايا هيا ديك مايا قومي قومي هيا مايا مايا انت يلي عم تشرب يلي عم تتعاطى انت جسمك خربته عقلك ضيعته عيلتك عم تخسرها شبابك ودرته مستقبلك دمرته قوم اطلع على حالك وبكرة بتندم وما حدا بسفاله يعطيكم العافية هاي يعني مع إطلالة جديدة من جديد لأخرى فيلم اللي فيه إحنا بنساعد طلابنا وبنساعد أولاد بلدنا من مخاطر السموم وكل المخاطر اللي محيطة فيهم في هاي الأيامات إحنا بنقولكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بحب أنوه أكام شغلة بالنسبة للفيلم إخوان هذول الطلاب عم بيتعبوا كثير وبيشتغلوا كثير وحتى من جبلهم مرشدين اللي علموهم كيف يعملوا الأمور عشان يتبين الأمور حقيقية إحنا بنتمنى إنه أنتوا فاهمين هذا الإشي وكنت تتعاونوا وتكونوا مثل ما بقولوا قد الحمل اللي عم نعطيكم وياته وتنتبهوا لهي الأمور. بشكر كل الطاقم اللي اشتغل، بشكر الطلاب اللي عن جد مستعدين يضحوا من وقتهم حتى في الإرشادات كانوا يتأخروا بعد المدرسة أساس المرشدين يعلموهم كيف يتصرفوا كيف يمسكوا الأغراض تبعت السموم كيف يتعاملوا مع الشغلة. طبعا شكر خاص للمرشدين هذولا واحنا بنتمنى انه الهدف تبعنا وصلنا معاكم وانتبهوا لحالكم انتوا اولادنا وبهمنا امركم ويعطيكم الف عافيه شكرا.